وعلى هامش تدشين كرسي الملك حمد للحوار بجامعة سابينزا الإيطالية، قام سفير دولة الكويت لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد الصباح مأدبة غداء لوفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه البحرين المشاركين في حفل التدشين الرسمي لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي. وقد أكد الشيخ الدكتور خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على دور السفير الكويتي في إنجاح المشروع ومساندته منذ البدء في تنفيذه. في نهاية المندوبة قدم رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لسفير الكويت هدية تذكارية دعما لجهوده المتواصلة، كما قدمت بيتسي ماثيسون النائب الثاني رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي هدية تذكارية للسفير من جمعية هذه البحرين. وكذلك قدم وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي والبروفيسور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين وفد من طلب هدايا تذكارية للسفير الكويتي بمناسبة مرور 100 عام على التعليم في البحرين. احنا سعيدين في الوفد البحريني اللي جاي هني على رأس وزير التربية والشيخ خالد، شرفونا هني في بيت الكويت وهو بيت الخليج وبيت البحرين طبعا لا شك. الخطوة يعني مميزة، خطوة عربية مميزة من جلالة الملك مركز الملك حمد مع جامعة سابينزا، يعني شيء مميز طبعا، والنشاط اللي عملوه يعني كان مبهر للإخوان الإيطاليين، يعني كانوا الجرائد والصحف الإعلامية كانت تبين هذا النشاط في يعني صفحاتها الأولى، أن دولة عربية توضح الأديان والتآخي الأديان، هذه حتى ما حصلت في دول أوروبية أن توضح الصورة هذه.